شاهين بن كلثم. الله يا السلالة الشاهينية سيطرت أيضا سيطرة على الرموز، ولكن نسير بدورنا مع الشوط السابع الذي يحمل الابكار المحليات الأصايل، ومباشرة مع أيضا شعار سفير الأصالة من يأتي على صدارة على المقدمة، وأيضا المركز الأول هملولة 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 علي بن سعيد بن محمد العفاري من يأتي ويقدم هذه الصدارة، بينما المركز الثاني بن صغان أحمد بن خميس بن مغير الخيالي يأتي على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات هملولة عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطير العامري وصل في ثالث المراكز. المركز الرابع سرابة مبارك بن سالم بن ايضا عوي الشامسي يصل في هذه اللحظات على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات على خامس المراكز وصلت الشاهينية محمد بن علي بن سعيد اليحافي يبغالها مراقبة، هنا تاتي على المركز الخامس في هذه اللحظات. سادس المراكز الوصول من ايضا مخلصة عبد الله بن عيد المنصوري طيار الوثبة وصل بينما الاسم القادم الشاهينية السهيل بن صالح بن يزرب العامري وصل في هذه اللحظات. الرميثي يصل مع المرخانية، هناك سعيد بن مطر بن محمد الرميثي يوصل في هذه اللحظات. شعار الكليلي الشاهينية سعيد بن محمد الكليلي يصل صاحب مجوهرات الشرق الأوسط يأتي في هذه اللحظات وينطلق هنا مع هذا المركز، أيضا ماخذ في هذه اللحظات المركز التاسع بينما المركز التاسع وصلت في هذه اللحظات اللي هي الشاهينية محمد بن علي بن سعيد اليحافي. والمركز العاشر وصل أيضا مثير المضمرين مع مرعوش راشد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي. هذه هي النتيجة وسفير الأصالة على صدارة، ما زال يقدم هذا الاسم، ما زال هملولة على صدارة. هملولة علي بن سعيد بن محمد العفاري هناك مع هملولة على صدارة هذا الشوط. يا سلام المركز الثاني الشاهينية سهيل بن صالح بن يزرب العام وصل في هذه اللحظات، يقدم الشاهينية طيار الوثبة وصل هنا ليقدم انطلاقة مخلصة مع أيضا عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري، ولكن الدخول في هذه اللحظات الوصول أيضا هملولة غصاب عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطير العامري يصل في هذه اللحظات. شاهينية الكليلي بدأت تتدخل، الشاهينية سعيد بن محمد الكليلي يا سلام هنا الأسماء والمنعطف الأخير وصل الرميثي وصل يقدم المرخانية سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. هناك أول لدى لشعار أبو ظفيرة مع أنهار وصلت أنهار محمد بن سالم بن عبيد أبو ظفيرة يصل في هذه اللحظات العامري، وهناك دخول أيضا منحاف سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي أول لدى لمنحاف، ولكن أعود هملولة على صدارة، هملولة على المركز الأول من يتواجد هناك ويقدم هملولة في هذه اللحظات في هذا الانطلاق الرائع والجميل. علي بن سعيد بن محمد العفاري على صدارة، العفاري على المركز الأول الأخير. وصلنا هذا الكيلو، وصلنا 6 بكار في موقع واحد. يا سلام أنهار في هذه اللحظات، ولكن وصل أيضا سعيد بن محمد بن عبيد المزروعي، وصل سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي ليقدم أيضا منحاف في هذه اللحظات. أنهار اللي غيرت، ووصل شعار سهيل بن صالح بن يزر بن عامري على ثاني المراكز. أنهار على صدارة، أنهار على المركز الأول، أنهار على الانطلاق الأول. من يأتي في الصدارة، من يأتي في المركز الأول ليقدم لنا أنهار محمد بن سالم بن عبيد بو ظفيرة العامري. أشكرك يا راعي دابان وصلت منحاف شكل جميل ورائع وأداء ونجومية بسم الله وتبارك الله. هذه هي منحاف صاحبة الميدان سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي. أنهار ومنحاف، منحاف وأنهار. الله 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 يا شوط، الله يا منحاف.
حاف من حاف غيرت الصدارة. هناك سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي، أشكرك يا أبو محمد، أشكرك على هذا الأداء الجميل، وعطني زوم يا الهواري، الشكل شكل مزاين ما شاء الله، أداء رائع وجميل، نجومية مع هذا الشعار، سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي، وسلام يا الوثبة، سلام يا الوثبة، سلام يا الوثبة على هذا الفوز والانتصار، سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي، تهانينا يا أبو محمد على هذا الفوز والانتصار من خلال فوز من حاف بالمركز الأول. أنهار في المركز الثاني وصلت محمد وسال بن عبيد وظفير العامري، المركز الثالث فاجأتنا في الأمتار الأخيرة غزوة، غزوة يا مستر بن علي بن مستر الخيل يا خرتة، جاءت في المركز الثالث بينما المركز الرابع هناك الوصول الشاهينية سيل بصالح بن يزرب العامري، المركز الخامس وصول بن الضبي خميس بن محمد بن مبارك المهيري، لك التحية يا أبو محمد. سبع دقائق 36 ثانية وجزءا واحدا من الثانية، تهانينا لسعيد بن عبيد بن محمد المزروعي على فوز من حاف في هذا الشوط، تهانينا والناموس. أنهار من حل ثانيا بسبع دقائق 38 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك أنهار على هذا الفوز والانتصار. هنا محمد بسالم بن عبيد وظفير العامري، المركز الثالث 7 دقائق 41 ثانية وجزءا واحدا من الثانية، تهانينا والناموس لمالك غزوة مسر بن علي بن مسر الخيلي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، تهانينا والناموس لمالك من حاف سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي، حيث قطعت المسافة 7 دقائق 36 ثانية وجزءا واحدا من الثانية.